تصريحات له أمس قال وزير الداخلية إنه ستتم مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قريبا، خاصة بالنسبة للمناطق الحدودية. سيكون هذا الأمر مهم جدا حيث يراهن على هذه المناطق في أداء أدوار هامة خاصة مع دول الجوار. يقول الوزير إن هذه الولايات يجب أن تلعب، خاصة الولايات العشرة المستحدثة في الجنوب، يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات، وذلك بما يسمح لها التكفل بشكل ناجع بالتنمية وبانشغالات المواطن الجزائري في هذه المناطق. مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سيترجم وفق المتابعين ووفق الخبراء من خلال توجيهات وترتيبات استراتيجية لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، وذلك على مدى طويل. أيضا سيحدد محاور من شأنها أن تدرج مدى انسجام السياسات والاستثمارات في كل مناطق الوطن، أن ترسم خريطة الهياكل القاعدية وخريطة المنظومة الحضرية. كذلك أيضا يجب أن يضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وفق الخبراء الإنصاف والتضامن في تقاسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحسن توزيعها بين مناطق الوطن، كل المناطق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. كذلك أيضا العمل على توزيع ديموغرافي متوازن في كل ربوع الوطن. أيضا يهدف المخطط للحفاظ على رأس المال الطبيعي والتراث الثقافي الجزائري، أيضا العمل على عقلنة استغلال الثروات الطبيعية بطريقة مستدامة، وذلك لفائدة الأجيال الصاعدة. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع دعونا نربط الاتصال بالخبير الاستراتيجي والاقتصادي الأستاذ سليماني. أهلا بك أستاذ. أهلا مريم، مساء الخير، جمعة مباركة لك ولكل مشاهدي قناة الشروق نيوز، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك أستاذ. في ظل كل المساعي الآن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في كل ربوع الوطن، أستاذ عبد القادر سليماني، ما هي ربما أهم الآليات التي يجب الاعتماد عليها أثناء إعادة النظر في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؟ تفضل. صحيح، اليوم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يعني يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في العشرية الأخيرة. هذا القانون اللي يحمل رقم 10-2 يرسخ أولا لحماية العقار، ثانيا حماية البيئة، وثالثا توزيع عادل ومتوازن للسكان وللثروة الطبيعية ولرأس المال الطبيعي، أو حتى يعني نتكلم كذلك على توزيع. وشوفوا مثلا السكان، عفوا تقريبا اليوم نتكلم على 68% من سكان الجزائر يتواجدون في مناطق الشمال، وتقريبا 29% هما في مناطق الهضاب، وفقط 9% الباقية هي في باقي التراث الوطني. فهذا التوازن الذي ربما نقول بكل صراحة يهدد ربما الثروة الحيوانية، يهدد الثروة الطبيعية، إذا ما سمح الله أي يعني مشاكل أو كوارث بيئية أو أمطار راح تكون عواقبها وخيمة. ونعطيك رقم آخر، 86% من السكان الجزائر يعيشون إما يعني في سنتروفيل في مقر الولايات أو في مقر البلديات، وهذه ربما مخاطرة كبيرة. فنعرف أن الجزائر هي أكبر يعني دولة في إفريقيا، لديها المقومات الطبيعية، مقومات يعني البشرية، لدينا ما شاء الله أكبر الحدود على المستوى الوطني. شفنا السيد الوزير الداخلية مؤخرا من عين جزام يعني يرافع من أجل أن يكون هناك توزيع عادل أولا نتكلم على الاستثمارات كذلك، لأنه اليوم نتكلم على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، معناتها احنا نتكلم على مدن جديدة، على أقطاب. لأول مرة في الجزائر اليوم نتكلم على أقطاب يعني صناعية، على نمط جديد من المدن.
مدن غير كلاسيكيه، معناتها نتكلموا على مدن ذكيه على شكلك مثلا مدينه سيدي عبد الله مثلا او بوكزول او العديد من المدن. خصوصا اليوم نتكلموا كذلك باش نوفروا لهم يعني النقل الذكي، نتكلموا كذلك يعني نتكلموا على كل الهياكل القاعديه الذكيه، ولا فكل هذا راح يمشي مع المخطط الوطني تحيه الاقليم. طيب، هناك مخطط أستاذ عبد القادر سليماني يحمل مجموعة من الأهداف المسطرة، ولكن الآن برأيك من أين يجب أن تكون نقطة البداية؟ بماذا نبدأ؟ صحيح، هو المخطط يعني الكثير من الخبراء خصوصا المهندسين المعماريين والخبراء الاقتصاديين اللي يسمونا خارطة أولا الأقطاب الصناعية، لأنه اليوم نعرف أن المدن أساس المدن هي التنمية المحلية، معناتها اليوم الناس والمواطنين باش يعيشوا يلزم لهم يكونوا قراب من أماكن عملهم، يكونوا قراب من ربما الوسائل مثل النقل مثل المدارس مثل الجامعات. اليوم لأول مرة نتكلم على خارطة ل 58 ولاية، معناتها خارطة الولايات. شفنا أساسها هو الإحصاء، لدينا لأول مرة شفنا في 2022 هو إحصاء عام للسكان، راح يكون إحصاء يعني كمي ونوعي، معناتها من خلال هذا الإحصاء نعرف كيف يكون هناك توازن إكيليبر يعني بين كل بين 58 ولاية، ونروح حتى إلى أقطاب يعني بامتياز. مثلا نتكلم على المساحات الرعوية، احنا في الجزائر عندنا تقريبا 40 مليون هكتار يعني بين مساحات صالحة للزراعة ومساحة صالحة للرعي، فيجب استغلالها استغلال ذكي في الحفاظ على الثروة الحيوانية، في الحفاظ على مناصب الشغل، في يعني خلق مناصب شغل ومؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة اللي تنشط في أماكن يعني الرعي. وحتى اليوم مثلا أماكن سياحية، نتكلم مثلا الولايات الساحلية اللي هي سياحية، لا يمكن مثلا نديروا فيها مصانع للإسمنت أو مصانع للآجور، فتبقى يعني في كل تكون عندنا مخطط، تكون عندنا افكار وخطه عمل، هذا هو الاساس، خطه عمل ل 58 ولايه. وكما تعرفين مريم ان هذا المخطط الوطني لتهيئه الاقليم صالح لمده 20 سنه، ويمكن تحديده في كل 5 سنوات، معناتها لازم تكون عندنا اولا الاراده السياسيه موجوده، لدينا حتى هناك مرصد اسمه مرصد وطني للمدينه، لكنه ماهوش كما احنا نقولوا شغال، يهدف الى انه كل المدن الجزائريه تكون مدن عصريه، تكون مدن تحافظ على البيئه، مدن كذلك ذكيه فيها تدفق الانترنت، فيها وسائل النقل الحديثه، فيها المساكن يعني قريبه من الجامعات ومن المدارس. هذا هو ما معنى المخطط الوطني لتهيئه الاقليم، انه تكون اماكن العمل وضحت الفكره. وضحت الفكرة أستاذ عبد القادر سليماني الخبير الاستراتيجي والاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نصل إلى ختام هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية، بعد قليل يلقاكم الزميل عز الدين بوهرو في الأخبار الرياضية، يلقاكم إن شاء الله عند 8:30. السلام عليكم.